الإيمان بالله هو الركن الأول من أركان الإيمان الستة. Али хешвар уифаш пшнер ар я по рукну иманам и арканхам кшоква. كيف نؤمن بالله؟ دوادو علي حشوار ديفاش زرتشنر. نؤمن بأنواع التوحيد الثلاثة. أما ليمو ديفاش تشنخو توحيدم يحيشر. ونؤمن بوجود الله لا ننكر وجود الله سبحانه وتعالى. أما ليمو علي حشوار زرشر ار ديفاش خنخو. ما الأدلة على وجود الله؟ ستخوا داب دليل قاكوار. أدلة كثيرة جدا. دليل قد مخ. منها العقل. أبي أشش دي أقلر. لا يمكن أن يأتي إنسان عاقل إلا ويثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد سبحانه وتعالى. تخوم يا قلر تمام ولا جوشتما أبنا غشام على حشوري فاش مخنر بصوري على حشكم دقزري غجاري فاش مخنر. الثاني دليل محسوس ملموس ترى بعينك، مثلا تكون في كرب في شدة تدعو تقول يا رب فرجها، تجدها تنفرج، هذا دليل تشعر به تحس به. يطوان دليل رغاكور قاكور ووي قومي سرا زخب شرا بسالسان بابشا زقرق أخوا زقرق بششا وخوي وخميمي يالح مؤخر قصدابق يالح مبسخ غاتش جبوري وثاوة ار ويقوم يسوى ودو زخبوشة. دليل الفطرة، كل إنسان مفطور على عبادة الله، على إثبات وجود الله، على أنه مخلوق والله هو الخالق. دليل الفطرة جوا أراش تخم قص فطرة يأش على حشكم قزري غجار على حشكم زرخوا بشطن غير على حشكم قزغشو يزاق وزر شعر. الأدلة من الكتاب والسنة على وجود الله كثيرة جدا جدا جدا. مبري قرآن مرا سنة مرا قشق ودليل خر أركد إيمخ